تنظيم الدورة الرياضية الوطنية لسونيكاز وهران 2024. هذه الدورة اللي تلم أكثر من 400 مشارك من عمال وعاملات مجمع سونيكاز في العديد من التخصصات الرياضية، سواء كانت رياضات جماعية أو رياضات فردية. كل الظروف مهيئة، كل الجوانب خاصة منها الجانب الطبي. الدورة هي تقليد لسونيكاز تنظيم مثل هذه الدورات، وهذه الدورة بوهران 2024 هي مميزة نوعا ما بعدد المشاركين، بنوعية التنظيم، وكذلك نفتخر أننا في هذه القرية مكسب للجزائريين. اليوم سونيكاز لما يحس العامل أنه جاء في القرية اللي نظمت عرس كبير ناجح للدولة الجزائرية، احنا نفتخر بذلك. شعار هذه الدورة هو تنافس، متعة، وأخوة، وهذا هو الواجب لأننا أولا ترفيه عن نفسية العامل، العامل هذا اللي راه يضمن العديد من الخدمات للمواطن. نقول لك هذه مبادرة جيدة تخلينا ما بين يكون عندنا احتكاك ما بين العمال، سواء من الجنوب ولا من الشمال ولا من الشرق ولا من الغرب، نتبادل الآراء، كذلك نخسر ذاك الروتين تاع العمل، كيما الضغوطات تاع العمل وكاع. من نجو هذه المبادرة تاع ربع أيام، شغل الواحد يديكاج ينقص ذاك الضغط وكاع، كيعاود يرجع لخدمته يمد أكثر، يولي يمد أكثر وأكثر. حنا وزيد تزرع روح الأخوة ما بين العمال، تعتبر مبادرة جيدة من بين أحسن المبادرات على مستوى الوطني في الشركات.